خلينا نشوف الحين ال 90 90 كيف وصل الهلال لنهائي كأس ولي العهد. الشهراني يلعب كرة عرضية عالية حل لمسها خطيرة إلى خارج الملعب. تياغو نيفيز لعب كرة لعبت بالراس خطيرة جول. ما زالت هلالية ردت مرة ثانية يحاول يلعب كرة عرضية محاولة. سالم الدوسري لعب كرة عرضية تحولت بالراس ملعوبة إلى تياغو نيفيز عرض كرة خطيرة عرض كرة خطيرة عرض كرة في العمق محاولة من السالم السالم يلعب كرة عرضية 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 تياغو حياها محاولة خطيرة خطيرة هي تياغو نيفيز تياغو متابعة أحداث الدوري السعودي للمحترفين مباشرة وحصريا انضم إلينا على موقعنا dauriplus.com. دوري بلس. حنروح الفاصل راح نشوف النصر كيف وصل النهائي برضو على نفس الابليكيشن والتطبيق دوري بلس. هذا التطبيق حلو تشيله معك في الجوال لو يوم السبت أنا عندي تورط بمشوار وقت المباراة تابع المباراة على الهاتف. فاصل بعد المباراة. مصادر القوة في العالم والزعيم مختلفة والصورة الجمالية لابد أن لا تتشوه.